من حي لآخر يتنقل هؤلاء العمال من أجل جمع بقايا الخبز الملقاة بالقمامة في مشهد لا يعبر عن التبذير فقط، بل يتعداه إلى اللامبالاة بقيمة هذه المادة. نقوم بجمع مادة الخبز هذه من كافة الأحياء، منها رويبة، رغاية، وحنا نجمع المادة هذه اسمها في رمضان، تكون بكثرة وتكون ماشي محطوطة برك في الأماكن اللي مخصصتها الشركة تاعها. حنا نطلبوا المواطنين يعاونونا في الأمر هذا، يسمى الخبز هذا يحطوه في الأماكن اللي يسهلونا الخدمة تاعنا احنا فيها. حنا رانا نلقاوها في أماكن ما صعيبة به الليموه، نلقاوها في حاوية تاع القمامة، نلقاوها في بلايص ماشي تاعو. خلال 9 أيام فقط من رمضان تم إحصاء 500 كيلوغرام من الخبز الذي ألقي به في المزابل، وهو ضعف الكمية التي يتم إحصاؤها في الشهر في الأيام العادية. حوالي في الشهر 1 طن شهرياً. إحنا في 9 أيام رانا جمعنا 500 كيلو. سما كي خلاص منا يخلص الشهر راهي 1500 كيلو. راهي تريبل على واش كنا نخدمه. هاد الكمية تاع 500 كيلو راهي بين رويبة ورغاية. سما مام زيرالدا والحميز راهي نفس الشيء. نطلب من المواطنين عدم التبذير وعدم رمي الخبز في القمامة. رغم حملات التوعية والتحسيس بضرورة عدم تبذير الخبز في رمضان، غير أن هذه الظاهرة لا تزال متفاقمة في الأيام الأولى من رمضان.